لكم التحية مرة ثانية مع هذه الانطلاقات المتتالية. وشوطنا الحادي عشر يتحرك بوزن الأبكار المفتوح لأبناء القبائل. يعتبر الشوط الأول الرئيسي لأبناء القبائل من مسافة 3 كيلومترات. نرحب بهذا الشوط لما فيه من شعارات قوية تشاركنا في هذا المسير وفي هذا التحدي. نرحب بالمقدمة المركز الأول، المركز الأول في هذه اللحظات تم صيحة زايد بن عبد الله بن زايد اليحيائي، هو من يتقدم بالمركز الثاني في هذه اللحظات. للأسف المركز الأول نحاول أن نتعرف عليها لأنها ما دونت لكشف التسجيل. نقلة تالية إلى المركز الثالث، المركز الثالث وهني أيضا تتواجد اللي هي مهمة علي بن هزيم بن محمد المسافري من يقدم لنا مهمة بالمركز الثالث. والمركز الرابع تقترب الشاهينية سلطان بن الصيط بن عبيد للتبي رابعا. والمركز الخامس تأتينا عسيلة مسفر بن علي بن مسفر الخيالي. أما المركز السادس في هذه اللحظات الوصول من قبل شباب محمد الخاطر بن هاشل الشابسي. هذه الأسماء، هذه الأسماء يا مشاهدين يا متابعين. أنهينا على مسامعكم نيدانا الأول لنعود مرة ثانية، لنعود مع اليحيائي. حياك يا اليحيائي في ميدان اللبسة وفي الشوط الرئيسي لفئة الأبكار لأبناء القبائل من مسافة 3 كيلومترات. ما زلنا نتابع مصيحة زايد بن عبد الله بن راشد بن زايد اليحيائي، هو من يتقدم إلى المركز الأول ليعلن وجوده في هذا المسير وفي هذا الشوط الرئيسي. المتابعة من المركز الثاني فتأتينا مهمة علي بن هزيم بن محمد المسافري المكتشف يكتشف أيضا في هذا الشوط. نقول لك خلاص لا تكتشف، ما حد قدامك، ما حد أمامك، إلا أنت والناموس يا بن هزيم. المركز الثالث نشوف المركز الثالث هذه تقترب اللي هي على ما اعتقد طواري لمحمد الخلفان بالشاوي لقفضي. والمركز الرابع فالوصول ايضا من هذا الشعار، المركز الرابع الشاهينية سلطان بن الصيط بن عبيد الاشتبي. والمركز الخامس تقترب عسيلة مسفر بن علي بن مسفر الخيالي. اما المركز السادس فهناك ايضا سرابة محمد الخاطر بن هاشم الشامسي. هذه الاسماء يا متابعين يا مشاهدين. الكيلو المتر الاخير، استعد يا بن هزيم، استعد يا بن هزيم. الكيلو الاخير من يتابعك اليحيائي هو من يتواجد بالمركز الثاني. المركز الثالث ايضا الشاهينيه غادمه سلطان بن الصيط بن عبيد الاشتري من يتقدم بالمركز الثالث. وبدا الهجوم الثلاثه اللي بهنزان اللقاء يوم وصلنا عند كيلو الامتحان. يلا نقول ولعت ما بينها النار، نار التحدي ونار القوه. بن هزيم ما زال مسيطر على ظهر مهمه علي بن هزيم بن محمد المسافري. المتابعه من مصيحه زايد بن عبد الله اليحيائي، هو من يراقب الراس الثالث الشاهينيه سلطان بن الشطيط بن عبيد الاشتبي بالمركز الثالث. هذه المراكز الاولى وما زلنا نتابع ونراقب ال 600 متر الاخيره. الناموس اين يذهب؟ الناموس حاير طاير. الرابع عسيله قادمه مسفر بن علي بن مسفر لخيالي يحرك طلع العصاي اللي بتطلع، طلع عصاك يا بن هزيم يا اليحيائي. روح راح اليحيائي يا حيك حياه. روح ايها المشتعله ناموس مع اليحيائي، الناموس مع اليحيائي. ولكن بن هزيم الفرصة الأخيرة عندك يا بن هزيم. ولكن مصيحة زايد بن عبد الله بن راشد بن زايد اليحيائي هو صاحب الناموس. سلام يا العين، سلام للسيد زايد بن عبد الله اليحيائي. المركز الثاني مهمة علي بن هزيم المسافري. المركز الثالث شاهد سلطان مشطيط بن عبيد يستوي. المركز الرابع عسيلة مسفر بن علي الخيالي. والمركز الخامس فهناك شقرة ناصر بن علي الغفراني المري. هذه النتيجة
مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للخمسه او السته الخمسه المراكز الاولى التي تابعناها في هذا الشوط الرئيسي لحجاج ابناء القبائل، وتابعنا الاثاره والقوه والتحدي، وتابعنا مصيحه وهي تعلن وجودها في اول الاشواط الرئيسيه وتهدي هذا الناموس للسيد زايد بن عبد الله بن زايد الحيايب. 4 دقائق التوقيت الذي تحقق، 51 ثانية وفاء وكمالا وتماما، تهانينا. والناموس اللي وصلت بالمركز الثاني مهمة، العلي بن هزين بن محمد المسافري، التوقيت الزمني 4 دقائق 51 ثانية و3 أجزاء من الثانية، تهانينا. أو الناموس المركز الثالث، فهناك الشاهينية سلطان بن شطيط بن عبيد الاشتبي، التوقيت الزمني الذي تحقق 4 دقائق. أربع دقائق 52 ثانية وأربع أجزاء من الثانية أو جزء واحد من الثانية، تهانينا. والناموس لكل الفائزين.